تعتبر حرف الزليج التقليدي مهنة دقيقة ومعقدة، تتطلب مهارات متميزة ودراية واسعة بمختلف مراحل الإنتاج قبل أن تصبح منتوجا نهائيا وبجودة عالية. وهي حرفة تقليدية فنية عريقة، تعد من الأشكال الفنية الأكثر تعبيرا وارتباطا بالمعمار المغربي، إذ صنفها بعض المعلمين القدامى بأنها أجمل وأحسن الحرف العربية تزيينا للبنايات كالدور الفخمة والقصور والمساجد وغيرها. منبعها الرئيسي بلاد الأندلس والمغرب، إذ تم نقلها عن طريق العرب المعلمين وخاصة المريكسيين الذين دخلوا المغرب واستوطنوا بعض المدن كمدينة فاس التي أصبح اسمها مرتبطا بصناعة الزليج وداع صيتها في جل أقطار العالم لما تحمله هذه الحرفة من مواصفات الدقة والجمال يبهر الناظرين. تطور فن الزليج في المغرب والأندلس في العصور الوسطى وخصوصا منذ القرن الحادي عشر، وازدهر خلال حكم بني نصر وبني مرين مع إدراج الألوان الأزرق والأخضر والأصفر، وأدرج اللون الأحمر في القرن السابع عشر. يتميز الزليج المغربي بخصائص فنية وتقنية أكسبته شهرة كبيرة في الخليج وأوروبا وأمريكا، ويكمن سر انتشار الزليج في كل المجتمعات كون الصناع استطاعوا التأقلم مع متغيرات العصر وفي نفس الوقت الاحتفاظ بطابعه سواء في صناعته أو شكله. ونظرا لخصوصيته يستقطب الزليج المغربي اهتمام الفنانين التشكيليين والمهندسين المعماريين وعشاق التراث والأصالة، وقد عرفت هذه الصناعة انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة بالرغم من ارتفاع فن الزليج الذي قد يصل إلى 600 دولار للمتر المربع في أصناف معينة. ويبقى الزليج إرث الأجداد، وهو خير دليل على قدرة المغربي على الابتكار والصناعة وغزو العالم.